كنت بالسابق أعمل مشرف قسم توصيل في مطعم، كنا نتعرض لضغط شديد جدا أنه يصل أحيانا 20 طلبية بالساعة يجب إيصالها جميعها ساخنة وبالوقت المحدد. فهذا الشيء دفعني لابتكار فرن متحرك عن طريق حرارة العادم. كما نرى هنا في التصميم نمرر الحرارة الأكزوست دخنة الأكزوست داخل أنابيب خاصة ثم إلى روديتر ستانلس يعمل دورة ثم يخرج تارة من هنا من المخرج. هذه العملية الدخول والخروج الدخان إلى الأعلى تؤدي إلى تسخين الستانلس إلى 150 درجة مئوية، وهذه حرارة عالية نسبيا. فقمت بوضع حساس لقياس درجة حرارة الجو داخل الصندوق، نرى هنا أن سنتحكم بها عن طريق ستوب كهربائي سولينويد حتى تصل إلى درجة الحرارة المرجوة. هذا الاختراع الأول من نوعه في العالم، قمنا بتسجيل للحصول على براءة اختراع دولية لهذا الجهاز الأول الذي يستخدم حرارة العادم التي تذهب في الأصل هدرا بدون أي فائدة.